كما قلت فرحة كبيرة، شرف كبير. قدمنا الفيلم في مهرجان كان لأول عرض عالمي، جبنا أيضا جائزة لجنة التحكيم، ولكن هنا في مراكش كان واحد تخوف، لأن كان أول لقاء مع الجمهور المغربي. شفنا بأن في القاعة كانت رد الفعل جيد، الناس فهموا الفيلم، كانوا عندهم بزاف تساؤلات، كيف درتوا مع هاد الممثلين اللي ما عندهم تجربة، بينتوا بعض البلايص كازابلانكا اللي ما رمشنا في السينما. دونك حنا كنا فرحانين، أول جائزة بالنسبة لنا كانت رد الفعل الجمهور المغربي، وهاد الجائزة هادي تلجة التحكيم ستان بونيوس كما تنقولوا، ما كناش متوقعينها، لأن الأفلام في المسابقة الرسمية كانوا في مستوى عالي. حنا فرحانين جدا، وفرحانين ايضا للاسماء المدير اللي تتوج بالنجمه الذهبيه لاول مره للسينما المغربي. دونك سنه موفقه للسينما المغربي الحمد لله. اظن لان ممثلين عندهم واحد التمثيل ما تيكونش دائما في الافلام، زعما بزاف الناس ديال لجنه التحكيم قالوا لي فين كيفاش عملتي مع هاد الممثلين، بينوا واحد العرض اللي ما كناش متوقعينه. دونك كانت واحد لا كيوريوزيتي، واحد الناس ما كانت بالنسبه لي الفيلم، المستوى ديال الفيلم كان جاي بزاف من هاد الممثلين، لان جابوا بزاف الحوايج من عندهم، من القلب ديالهم، من التجربه ديالهم، اللي انا كمخرج ما كنتش غنقدر نكتب داكشي اللي قدموا لنا في التصوير. دونك بالنسبه لي كان لعبوا دور كبير في هاد التتويج. بالنسبه لي تنوجد فيلم طويل ثاني، لكن باقي في مرحله الكتابه، نفس طريقه العمل مع ممثلين غير محترفين، تمشيو من واحد شي حاجه، من واحد النقطه وثائقيه اللي بالنسبه لي مهمه، وتنحاولوا نديروا واحد الفيلم اللي يعجب الجمهور المغربي والدولي ان شاء الله. شكرا لك.